محافظ حمص طلال البرازي وبحضور رسمي وشعبي حاشد، انطلقت فعالية مهرجان رباح السنوي بعد غياب لسنوات عدة، والذي تميز برفع علم الجمهورية العربية السورية بين جبلين ليرفرف في سماء رباح إذانا بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على مختلف الميادين السورية. مهرجان رباح اليوم هو استمرار لمهرجانات الثقافة والفنون والشعر والأدب والرياضة والفرح، مهرجانات النصر في أنحاء محافظة حمص في المدينة والريف. وهذا المهرجان في رباح اليوم له ميزات خاصة بما فيه من برامج ستستمر لمدة 5 أيام، تشارك فيها فعاليات ثقافية وأدبية واجتماعية. السنة المهرجان أخذ أفق أوسع شوي، فشمل جميع فعاليات الضيعة، من فولكلور، من تنظيم، من ثقافة، من فنون، من مسرح، حتى من أفلام، فكان على مستوى أوسع شوي. برجع بقلك لأنه الناس مرتاحة أكثر، فالإنسان كل ما ارتاح أكثر كل ما بيعطي أكثر. عودة الفعاليات السياحية والشعبية والثقافية في رباح تكمن أهميتها بعودات التواصل الاجتماعي الذي تمثل بمشاركة أهالي رباح والقرى المجاورة مع الفعاليات الاقتصادية لتنظيم هذا المهرجان وإعادة رونقه. مغتربي الضيعة وأهاليها هني المسؤولين عن كل فعاليات المهرجان. الحلو فيه أنه شعبي، كل أطفال رباح مشاركين فعاليات، وهذا أهم شيء وهذا هدفه الأساسي. أنا جاي اليوم بالمهرجان مع أحفادي الصغار، هدول اللي هني بعيونهم أنا بشوف الفرح والمحبة، والمهرجان بيحلى بوجود الطفولة. الكل عم يشارك، الضيعة كلها متشارك بالمهرجان. بتمنى من كل الضياع يعملوا مثلنا، يعملوا مهرجانات، لأنه هالمهرجان هذا هو مهرجان نصر. خلال الاحتفال قدمت فرقة إحساس للبالي والرقص التعبيري عرضا راقصا على أنغام أغاني معروفة، وفقرة مهداة إلى حمص وأخرى إلى روسيا بعنوان كاتيوشا. كما غنى كورال رباح باقة من الأغاني الوطنية، ليختتم الحفل بتقديم شهادات لـ20 أسرة من شهداء الجيش العربي السوري في رباح. ولولا دماء الشهداء اللي راحوا يمكن ما كنا موجودين حاليا هون بالبلد. الله يرحمهم ويرحم كل شهداء سوريا، وإن شاء الله النصر قريب. تكريم هي فرحة كبيرة، فرحة لسوريا كلياتها بانتصارنا اليوم. دماء الشهداء ما راح يتهدر، حقق النصر، وإن شاء الله تحرر كل شبر من الأراضي السورية. ويتضمن المهرجان الذي سيستمر على مدى 5 أيام فعاليات ثقافية ومسرحية وسينمائية وشعرية، وفعاليات رياضية متنوعة، وكرنفالا وحفلات فنية، والتي تعكس حالة الجمال والتذوق الحسي لأهالي رباح وما حولها. من بلدة رباح شمال غرب مدينة حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.